تحت عنوان 20 مليار تبناز بالكريدي في رمضان، افتتحت صحيفة النهار صفحتها الأولى بمقال قالت فيها أن بعض الجزائريين مدانون بأزيد من 10 ملايين سنتيم في دفاتر الكريدي لدى التجار خلال شهر رمضان في ظل لهيب الأسعار وتدني القدرة الشرائية. وأوضحت النهار في مقالها أن بعض المواطنين الزوالية وأصحاب الدخل المحدود لا يجدون من مخرج سوى اللجوء إلى القرض والاستدانة لدى التجار أو ما يعرف بالكريدي من المحلات التجارية وتسديد ما عليهم من ديون عند قبض الراتب الذي ما إن يدخل الحساب حتى يصرف في الديون المتراكمة عند التجار. لتضيف الصحيفة أن المواطن الزوالي يلجأ لأي وسيلة وإن كانت بالكريدي لأخذ ما يريد من حاجته لسد رمقه في الأيام العادية وتمكنه من تحضير طاولة إفطار رمضان بمستوى مقبول.